لتقديم عملي الأخير الروائي زينة الدنيا، طبعا أحل بالنظر إلى الدور الذي تطلع به طنجة ثقافيا. أنا سعيد جدا بتواجدي هنا في مركز بوكماخ. أول شيء هو تتمة لربيع قرطبة، اعتبرت بأنه لربما عمل ربيع قرطبة يفترض تتمة. ثم كان هناك نوع من ضغط معنوي لدى كثير من القراء، ولكن الذي دفعني بالأساس هو الوقوف على وجه آخر مستتر وتفكيك بنية الاستبداد. يعني أنا مثل ما قلت في لقاءات عدة لا أنطلق من التاريخ ولكن أوظف التاريخ، وأنطلق بالأساس من القضايا المطروحة بحدة والراهنة. فالتاريخ هو تعلة وذريعة، ولكن أظل مسكونا بالقضايا الآنية. زينة الدنيا قد تحيل إلى التعايش، إلى فكرة مثل ما ضمنت في عملي لجامع يتجاوز اختلافات الأعراق والعقائد لجامع مشترك. زينة الدنيا هي تغليب الإنسان على كل الاعتبارات. زينة الدنيا هي كذلك الائتمار بالعقل، لأن العقل في نهاية المطاف هو الأداة التي تسمح بالتعايش. فزينة الدنيا مثل ما قلت في عملي لا تنصرف إلى الماضي، ولكن هي مشروع مستقبلي. القارئ حر، طبعا هناك ما يسمى موت الكاتب، حينما يعني يكتب الكاتب كتاب يصبح ملكا للقراء. أنا الذي أريد هو أن يقرأ عملي بطريقة موضوعية، يعني بدون تحامل، من حقي أن أطالب بذلك ولكن بوعي. هذا هو الذي أطلب من القارئ المغربي. قصدك من الجديد ديالك واش كتعمل شي حاجة من غير زينة الدنيا حاليا أو لا؟ هي لا، انتهيت من عمل، ويعني ولكن هذه المرة لم أوظف التاريخ. أظن بأنه استوفيت المادة من التاريخ، ولا بد أن نتحدث عن أشياء أنية، إنما لكل حادث حديث. نتحدث في أعمالنا الروائية عن كل الجوانب يعني التي يحبل بها الواقع، ولكن هناك بعد غائب أو مغيب، والبعد اليهودي أو طريقة التعايش مع هذا البعد. ولكن لا أريد أن أذهب أطول، لأنه يستحسن أن يقرأ هذا العمل. طنجة هي طنجة. أنا أذكر أن المرحوم شكري كان يحب أن يعرف بأنه كاتب من طنجة، لأن طنجة مكتفية بذاتها. ولكن الذي يمكن أن أقول هو أنني دائما أسعد بالحلول بطنجة. هناك قراء نافذون لهم حس نقدي وذائقة فنية، ودائما أحل باغتباط وأغادر دائما بقلب منشرح. هذا هو الذي يمكن أن أقول فيما يخص طنجة. يعني لا أقول هذا القول مجاملة، ولكنني أشعر به حقيقة. وأنا اليوم رغم كل التعب يعني أغادر وأنا سعيد جدا، سعيد جدا لنوعية اللقاء، وسعيد جدا كذلك للأسئلة التي طرحت.